إذن يقول نص البيان الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إنه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن وقف العمليات العسكرية على أراضي الجمهورية العربية السورية اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة 26 من الشهر الجاري لغاية يوم الاثنين 29 من هذا الشهر، وانسجاما مع مسؤوليتها في حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة تحتفظ قواتنا المسلحة بحق الرد على ما يلي: أولا، استمرار الجماعات الإرهابية المسلحة بإطلاق النار على المدنيين والقوات الحكومية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وكذلك استخدام السيارات المفخخة والعبوات الناسفة. ثانيا، قيام الجماعات الإرهابية المسلحة بتعزيز مواقعها التي توجد فيها مع بدء سريان هذا الإعلان أو الحصول على الإمداد بالعناصر والذخيرة. ثالثا، تسهيل دول الجوار تمرير الإرهابيين عبر حدودها إلى سوريا انتهاكا لالتزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب. انتهى البيان. دمشق في 25 من شهر تشرين الأول 2012 ميلادية. شكرا لاهتمامكم، كل عام وأنتم بخير.